ايه مشاعرك؟ شايف الحبيب ازاي؟ ناوي على ايه؟ وعلى ارض الواقع مشاعر الحبيب شايفك ازاي؟ ناوي على ايه؟ وعلى ارض الواقع الطاقة بتاعتك يا برج الجوزاء الفايف اوف سورد. انت خارج من حرب ولا ايه؟ ده في يعني زي ما يكون كده انت في حرب او في مشاكل، في خناقات، في مشاكل حواليك يا برج الجوزاء، او في مشكلة كبيرة مثلا مع الحبيب. بس انت يعني تعبان قوي، مرهق، انت مرهق يا برج الجوزاء، مرهق وتعبان. وراك شخص في طاقة الكوين اوف وند، شخص ناري، شخص ممكن يكون منتبه لنفسه اكتر، ممكن نقول مثلا بيتعامل بطريقة انانية شوية، بيفكر في نفسه شويتين، بيعني التلات شويات كده، يعني ده بيتصرف بحماقة، يعني وراه ذا فول. الشخص ده بيتصرف بتهور ما بيحسب لهاش، ممكن يكون هو سبب في المشكلة اللي في المشاكل اللي انت فيها او في الطاقة اللي انت فيها دي. الشخص ده يعني ايه، تحس ان هو كده عادي، كل حاجة عادي، ما عندوش اي مشكلة في اي حاجة. فيه انا شايفة هنا في تهور، فيه ما بيحسبليش الامور كويس، جادجمنت، في تصفية حساب، في طاقة هنا لتصفية حساب بينك وبين الشخص ده. ممكن كمان تكون بتعاملوا مع حد برج الثور، ممكن يكون انا حاسة ان الشخص ده مثلا عمل معاك مشكلة بسبب اموال، بسبب انه عايز يروح مكان معين او يعمل مشروع معين او حاجة معينة، يعني في حاجة في دماغه هي كبيرة بالنسبة له عايز يعملها او عملها، او يعني ده ممكن تكون السبب في المشكلة اللي بينك وبينه. شايفة هنا شخص ممكن يكون بيفكر في نفسه شوية. طيب ايه مشاعرك؟ السكس اوف سورد، ايه ده، انت سبت العلاقة تقريبا، انت خرجت من العلاقة، سبت الحبيب ومشيت، او حصل مشكلة بينك وبينه تقريبا. لان الطاقة بتاعتك انت الفايف اوف سورد، يعني انت اللي رافع سيفك اهو، تمام؟ فعند حصل مشادة كلامية بينك وبينه او مشكلة، وانت خلاص قلت له حاجة مثلا او كده، قلت له انا همشي من العلاقة، او انا خلاص بقى ما عدتش قادرة، ما عدتش مستحملة اللي انت بتعمله ده كده يعني. طب هنشوف برضو لو انت منفصل عن الشخص ده من فترة طويلة او من زمان، فانت بتتمنى الرجوع ليه، بتتمنى يكون في بداية جديدة بينك وبينه، او المشكلة اللي حصلت دي تخلص وترجعوا مع بعض تاني، انت عايز ترجع تاني. ممكن تكون انت رحلت خلاص من العلاقة بسبب المشكلة دي، وانت تعبان، تعبان ومش مرتاح. ممكن كمان تكون انت اللي قلت له كلام مثلا جارح او حاجة بسبب تصرفاته، بسبب تصرفاته المتهورة، وبسبب اللي هو بيعمله، يعني انت ما قلتش كده من فراغ، ده بسبب الطاقة بتاعته اللي هو فيه. ممكن تكون انت بتتمنى انك انت ترجع للشخص ده تاني، حاسس ان في حاجة ناقصاك، حاسس ان في حاجة غلط، انت بتحبه، انت بتحب الشخص ده. العشر كؤوس، ممكن تكونوا متزوجين على فكرة، دي أسرة، ممكن يكون في زواج بينك وبينه. طيب نشوف بقى انت شايفه ازاي. الامبراطورة، ممكن تكون على فكرة شايف ان هو حاول يتكلم معاك، او محتاج لك، او عايز يتكلم معاك، بتشوف ان انت شفت ايام خير مع الشخص ده، انت عايز تفضي الخناقات والنزاعات، انت عندك رغبة قاتلة في ان مثلا اللي حصل ده الزمن يرجع لورا مثلا وما كانش يحصل. واضح كده انك انت زعلان مثلا انك قلت له حاجة معينة او كده، او بتشوف ان مثلا ان هو الشخص ده ما كانش في دماغه ان هو يعمل معاك مشكله، او ان يحصل مشكله، وانت مثلا استحملت الفترات طويله، او في حاجه كانت مضايقاك فقمت هابب فيه او اي الكلام وخلاص. يعني
هو شايف ان هو عادي وان هو ما عملش حاجه، لانه يعني شايفه هنا شخص بيتصرف مش هنقول بسذاجه، بس هنقول عندك هنا الكوين اوف وند، هنقول ان هو بيتصرف على طبيعته، يعني هو شايف ان اللي هو بيعمله ده طبيعي، او ايا كانت اللي هو بيتصرفه او اللي بيعمله ده حاجه طبيعيه وحاجه عاديه، تمام، مش في دماغه يعني، مش في دماغه خالص كمان. فانت تقريبا اتخنقت بقى منه، قمت هابب انت فيه، لان انت بتشوف هنا الفايف اوف وند، بس في هنا حل النزاعات او حل المشكله. فانت ممكن تكون يا اما هو مثلا كان بيحاول يفض المشكله اللي بينك وبينه، بس انت ما قدرتش تسيطر على نفسك. انت بتشوف ان هو الاستقرار، العشر نقود، او ان هو مستقر بشكل عام، يعني ان هو مفيش عنده اي مشكله وهو شخص مستقر ومفيش في حياته مثلا مشاكل او حاجه، لان هو هنا برضو طلع في طاقه برج الثور اللي هو الكينج اوف كوينز، ففي هنا عنده استقرار مادي، وانت شايفه هنا العشر نقود. انا حاسه ان دي ممكن تكون قراءه، يعني الطاقه اللي واصله الاغلبيه هي طاقه متزوجين، علاقه فيها اسره يعني. عداله، عايز العداله، جاست برج الميزان، في هنا كده عداله لازم تحصل بينك وبين الشخص ده، في تسامح، في تصفيه حساب، في جادجمنت، تمام، في حق كده، في حقوق بقى في الموضوع. وزي ما قلت لك دي ممكن يكون زواج، يعني الكارتين دول مع بعض كده زواج، علاقه رسميه، في وعد ما تنفذش. الشخص ده انت شايف ان هو وعدك بحاجه وما نفذش الوعد بتاعه، قال لك انا هجيب لك العالم وهجيب لك الكون وهعمل 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 وما نفذش. ممكن تكون على فكره كل واحد فيكم في مكان مختلف عن التاني، او تربيه مختلفه عن التاني، وكان في تقريبا طرف ثالث لاصحاب الكلام ده، لاصحاب العلاقه الثلاثيه اللي ما عندهمش علاقه ثلاثيه، يبقى الكلام ده الجزء ده مش ليكوا. يعني ممكن يكون انت شايف ان هو كان وعدك ان هو يسيب حد تاني، طرف اخر، وما سابهوش مثلا، وان الزوجه ممكن تكون حامل، الطرف الاخر ده ممكن يكون في حمل زوجه تانية، يعني زوجه اولى او زوجه تانية. عشان انت بص، في هنا حاجه رسميه بينك وبين الشخص ده، في مشكله، في حاجه، في ممكن يكون زواج رسمي بينك وبينه. هو وعدك بان هو تقريبا يسيب الطرف ده، سواء بقى كانت علاقه رسميه او غير رسميه، وممكن يكون ما وفاش بالوعد ده. تقريبا هو كان بيقول لك انا هسيبها وهرجع لك، كان بيقول لك مثلا كلام حلو كتير، بيقول لك بيثبتك، يعني من الاخر كده انت شايف ان الشخص ده كان بيثبتك، والحقيقه ان ما حصلش اي حاجه من الحاجات وحقوقك اللي انت كنت عايزها منه، سواء بقى في علاقه ثلاثيه او ما فيش علاقه ثلاثيه. طيب انت بقى ناوي على ايه يا برج الجوزاء؟ الكوين اوف كوينز، ملكه النقود، انت عايز حقك، عايز تكون شخص يعتمد عليه، شخص تصرف على نفسك وعلى اسرتك، او مثلا الناس اللي محتاجين لك، عايز تكون شخص عندك كارير، شخص صوتك من دماغك، تاخد قراراتك، تركز في نفسك، الكوين اوف كابس، تركز في نفسك وفي مشاعرك، وتعرف انت عايز ايه بالظبط، محتاج لايه بالظبط، ايه اللي عندك وايه اللي انت مفتقده، حاجات كتير. انت يعني طالع يا برج الجوزاء في طاقه اتنين كوين، ملكتين، ملك، والملوك لا يستهان بيها، الملوك هي شخصيات قويه، هي اليد اللي بتحرك الامور من ورا الكواليس، يعني لو الامبراطور هو اللي في الوش قدام الناس، فالملكه او الامبراطوره هي اللي وراه. كينج كمان، طاقه كينج اوف وند، انت عايز تعيش حياتك، عايز تعيش حياتك وعايز تشوف نفسك، وعايز يعني عندك طاقه قويه جواك قوي. وعلى فكره برضو ممكن يكون الشخص ده وحشك، وحشك قوي، ممكن تكون انت مفتقد للطاقه بتاعته في حياتك، الرومانسيه والتجاذب والامور دي كلها. في تواصل، في تواصل بينك وبين الشخص ده، وفي ممكن يكون عين ضربت العلاقه، يعني حسد، حسد يكون بوظ العلاقه دي، او احداث بشكل عام ادت لانهيارها، انت حاسس بانهيار. مهما بتحاول انك انت تتقدم وتتحرك، ويكون عندك طاقه الفارس، طاقه التحرك، طاقه التقدم، طاقه الوصول للشيء اللي انت عايزه او الرساله اللي انت عايزها،
على فكرة انت ممكن تكون كمان عايز تحقق ذاتك وتحقق نفسك وتشتغل وتعمل كل الحاجات دي كرسالة عايز توصلها للحبيب، ان انت بتقول له انا قدرة كبيرة، انا قدرة عظيمة، انا حاجة كويسة كده يعني. طب زي ما قلت لك في حاجة هنا قدت، انت حاسس كل ما بتحاول تطلع لقدام تحس بانهيار، لان في مشكلة كبيرة هنا، قلت لك في مشكلة كبيرة حصلت زي حرب كبيرة كده او مشكلة يعني. على ارض الواقع عندك كارت ذا ستار، فده معناه انك انت تستغل العشر ايام من 10 ل 20 في شهر يوليو لتحقيق امنيه ليك. انت عندك امنيه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا حققها لك يا برج الجوزاء. انت استغل الفتره دي في انك تركز انت عايز ايه بالظبط، ايه الحاجه اكتر حاجه انت بتتمناها، هل هي الرجوع للحبيب ولا انك تاخد حقك ولا ان الكارما والعداله تتحقق لك. شوف انت عايز ايه بالظبط. عندك قدره على السيطره على مشاعرك واتخاذ القرارات مع وجود تواصل قوي بينك وبين الحبيب. عندك قدرة على الدفاع عن نفسك جدا جدا بشراسة كمان عشان تاخد حقوقك. في هنا افتقاد لحق وانت محتاج ان الحق ده يرجع لك، او افتقاد يعني ممكن مثلا حد جه عليك، جه على كرامتك، حد بيتكلم عليك، فانت مش همك اي حاجة خالص، انت نازل فيهم كلهم يعني لوحدك بطولك زي ما بيقولوا كده. وافتقد برج الاسد طاقة نارية، طاقة قوية. عندك اتخاذ قرارات يا برج الجوزاء، وما ننساش كارت ذا ستار كارت برج الدلو، وعندك هنا برضو طاقه برج العقرب. الفكره اللي انا بلمح لك عليها اكتر حاجه ان القوه اللي انت فيها، على فكره ممكن الامنيه بتاعتك خلال الفتره دي تكون ان ربنا يديك القوه، ان ربنا يجيب لك حقك وينصرك ويديك القوه انك تواجه، انك تواجه المشاكل دي او المواقف اللي انت بتمر بيها وبتتعرض لها دي. انت ما كنتش عايز حب، بصوا هو نزلت بس انا مش هعديها بصراحه يعني، انا بحس ان اوقات الطاقه بتتكلم. سيبك بقى من الورق ده كله، بس انا الثلاثه دول كده نزلوا قدامي. انت في فتره من الفترات الشخص ده حسسك بانك انت شخص مرفوض، بانك انت مثلا هو مش قابل مشاعرك، او ان مثلا مشاعرك قليله بالنسبه له، وان هو ممكن يكون بص مثلا لحد تاني او كده. احتياجك هنا هو انك انت تمشي، انك انت تعمل حدود مع الناس اللي حواليك، انك انت تدافع عن نفسك وعن حقوقك، وانت بس محتاج حد يكون يقف جنبك لا اكتر ولا اقل. مش مسألة حب، انت محتاج سند، محتاج سند يا برج الجوزاء. انت مش محتاج حب، انت بتكب كاس الحب. انت مش مسألة انك رافضه او ما بتبصلوش، ده انت بتكبه في الارض. فمعنى كده انك عايز حقوقك، عايز يعني عايز حاجات حقيقية وحاجات قوية، مش مسألة شوية مشاعر زي ما انا قلت لك. انت عايز سند جنبك من الطاقه اللي انا شفتها هنا. طيب خلينا بقى نشوف الحبيب قصته. مشاعره التو اوف كوينز، بصوا هو التو اوف كوينز دي او العملتين، هو شخص مش فاضي يبص على الحب، او شخص ما بيديش للحب اهمية كبيرة قد ما بيرتب اولوياته، قد مثلا ما بيقعد يفكر هو هيعمل ايه في الخطوات الاولية في مشروعه او في الحاجة اللي هو ماشي فيها، او انه يكون متوازن هكذا. ده مبدئيا يعني. الشخص ده مدمن تفكير، مدمن تفكير وعنده غضب شديد جدا يعني. بص غضبان قوي ازاي، عنده اندفاعية وغضب شديد قوي. دي مشاعره اتجاهك خلال من 10 ل 20 تمام. عنده غضب، حاسس ان هو غضبان منك، متضايق. عارفين اللي هو كان بيقول لك كان واجب عليك انك انت اللي تقف جنبي مش انا اللي اقف جنبك؟ عارفين انتوا الفكره دي؟ لان انا شايفه هنا شخص بيقول إيه، تعال انت خرجني مثلا من التفكير ده، او تعال وضح لي الامور، لكن ما تتخانقش معايا او ما تقوليش كلام جارح. عارفين اللي هو ده كده يعني. الشخص ده على فكرة بيشوف انك انت كان معاك العلاج بتاعه. عارفين انتوا ازاي؟ اللي هو انت حاجات كتير بالنسبة له، عشان كده هو غضبان ومتضايق منك. انت كنت بالنسبة له بتمثل حاجات كتير، وتقريبا لما انت بقى قلت له كلام مثلا او حصل اي حاجه بينك وبينه،
هو حاسس انه بيقول لك لا، كان واجب عليك انك انت تقف جنبي في الظروف دي. ممكن يكون هو مثلا اموره الماديه يعني مش قوي، مع ان انا شايفاه هنا في طاقه الكينج اوف كوينز، يعني طاقه استقرار مادي. مع ذلك ممكن يكون هو بيبدا حاجه او عنده ظروف بشكل معين، فهو بيقول لك لا، كنت انت اللي تقف جنبي وكان ده واجب عليك انت، لان انت بتمثلي حاجات كتير وانت العناصر كلها في حياتي، حب بقى، مشاعر، اموال، كل حاجه يعني. وغضبان قوي قوي من ان انت ما كنتش جنبه، او ان انت مثلا ما صبرتش عليه، ما سمعتوش. بطاقة الكينج اوف بنتك الان، يبقى هي دي ممكن تكون ظروف بس يعني. والكوين اوف بنتك كمان، انا بقول لك انا حسيت ان في شويه انانيه، في شويه اللي هو مثلا عارف انت لما شخص تيجي تعاتبه او تلومه او تقوله خلاص انا اتخنقت، يقول لك طيب انا اتخنقت اكتر منك، انا في ظروف، انا صعب، ده واجب عليك ان انت اللي تكون جنبي، واجب عليك ان انت اللي تعمل هكذا، بيقلب الموازين مثلا كده يعني. حاسه بشويه انانيه في الموضوع قوي. الشخص ده غامض، غامض، وعنده ممكن يكون عنده اسرار يعني كمان. هو تفكيره كله في الشغل وفي العمل وفي الفلوس وفي الحاجه اللي هو بيعملها، الحاجه الفنيه العظيمه الرائعه الواو اللي هو بيعملها يعني. طيب خلاص بقى مش هاخد الكروت بصراحه، انا خدت تقريبا نص الكروت هنا. طب بيشوفك ازاي؟ السفن اوف كوينز بيشوفك انك انت من غير ما تعمل اي حاجة يعني ربنا بيكرمك، بيشوفك انك انت مشيت من العلاقة، وهي دي حقيقة على فكرة. ممكن تكون انت يا برج الجوزاء اللي سبته ومشيت من العلاقة، وعلى فكرة ممكن تكون قراءة عكسية برضه. انت بيشوفك انك انت مشيت من العلاقة وهديت الدنيا وانت اللي خربتها ومشيت، وانك انت اللي بتتصرف بسذاجة وانت اللي بتتصرف بتهور وما بتحسب لهاش وكده. مش انا بقولك بيقلب الموازين اللي فيه او اللي هو بيعمله بيجيبه عليك انت ويقولك انت اللي بتعمل ده، يعني هي ظاهره في الطاقه بتاعته اصلا، ذا فول ده ظاهره في الطاقه بتاعته. هو كل حاجه بقى بيقوم قالب الموازين، تقول له انا محتاج لك يقول لك انا محتاج اكتر منك، انا تعبان يقول لك انا تعبان اكتر منك. بيشوفك ان انت بتدور على الاستقرار النفسي والجسدي، وبتحاول ان انت توفق ما بين امورك. بيشوفك ذا لافر برضو، ان انت نصه التاني او كل حاجه، بس في مشكله في العلاقه دي، في سيف هنا، ففي هنا شرخ في العلاقه او في مشكله حصلت في العلاقه دي. بيشوفك انك جذاب جدا بالنسبه له، يعني ذا ديفل، الشيطان، برج الجدي، انك انت شخص جذاب قوي قوي. ممكن يشوف مثلا ان انت مدمن على حاجه سلبيه. على فكره الحاجه السلبيه دي مش شرط ان هي تكون يعني علاقات وخمره وامور من دي، بس ممكن شكوى مثلا، يكون بيشوف ان انت بتشتكي مثلا كتير، دي حاجه سلبيه هكذا يعني. بس هو شايفك جذاب على فكره وحلو، وان انت كمان فيك خير يعني، من غير ما بتتعب بتلاقي الفلوس نازله لك من على الشجره، عارف؟ اللي هو بيتعب مثلا عشان خاطر يعمل حاجه او عشان يبدا حاجه، انت بقى ربنا مبارك لك من غير ما تعمل حاجه الفلوس بتجي لك، ودي حقيقه. او مش شرط فلوس، انت يعني فيك بركه، لان بص انت طلع لك كارت ذا ستار، امنيه، فانت الشيء اللي انت بتتمناه او ان انت بتدعي ربنا بيه سبحان الله بيتحقق، بس ما تدعيش عليه بقى. طيب الشخص ده ناوي على ايه؟ التو اوف سورد. لا هو مش شايف اصلا، هو قافل بقى كده، قافلها بالضبه والمفتاح، ومش عارف يمشي في انهي طريق. هو حاسس ان هو لو جه يكلمك انت هترفضه، او لو جه مثلا يتفاهم معاك هتقول له لا. وبص حاسس ان ايه، هو عايز يعني، حتى في هنا طاقه النايت اوف بنتكل، طاقه بطيئه، طاقه ارضيه، فيعني في نيته ان هو يعني عايز ها يجي يصالحك او يتكلم، بس يعني ده طبعا في بطء في الموضوع قوي، ان الموضوع ممكن يترفض من اتجاهك، عشان كده بيفكر مره واثنين وثلاثه وقافل على نفسه. دي نواياه يعني، هو اصلا ما هيش شايف قدامه كمان. طب على ارض الواقع، على ارض الواقع بيقول لك انا واخد العشر سيوف، وممكن تكون عامله حد برج قوس، بيقول لك بص انا واخد العشر سيوف وحالتي صعبه، ويعني عندك الكينج اوف كابس اهو، بيحاول ان هو يوازن اموره ويعدل يعني، يخلي مشاعره معتدله، يتوازن.
بيقول لك بقى بص انا واخد العشر سيوف وتعبان وميت وحالتي حاله وصعب تمام. زي ما قلت لك الشخصيه دي يعني بتحب ان هي بتقلب الموازين، لو هو مثلا لو انت اللي فيك حاجه يقول لك انا تعبان انا اللي كده، فاهم؟ عنده العشر سيوف اهو وعنده التمن. ممكن يكون الشخص ده مسافر او هيسافر خلال الفترة القادمة على فكرة. ممكن كمان يكون بيوصله كلام بيزعله، يعني كلام مثلا عن طريق حد او بيشوفك مثلا تنزل بوستات او بتعمل حاجة، ففي حاجة بتوصله والحاجة دي بتزعله على فكرة. نشوف لا بس على فكرة هو شكله تعبان نفسيا وجسديا بجد، هو شكله مش مستقر وتعبان نفسيا، لان في هنا حالة اضطراب نفسي وجسدي وفي هنا العشر سيوف. فهو ممكن خلال العشر ايام دول الامور في هنا تغيير، الامور هتتغير معاه. الشخص ده ممكن يتحول من حالة استقرار او ثبات لحالة اضطراب، في حاجة تحصل معاه خلال العشر ايام دول هتخلي الجو حواليه مش تمام مش كويس، وهيكون في تغيير مفاجئ كده. انا فهمت في تغيير مفاجئ للشخص ده، في حد هيزعله او حد هيعمل فيه مقلب، حد هيعمل فيه حاجه يعني. فلو انتوا بتسالوا على رجوع، لا انا يعني ما شفتش من اتجاه رجوع بصراحه. مراقبه بس اهو، بص بيراقبك يعني عينه هتطلع عليه، بيراقبك جدا. احتفال، الكارت ده بيمثل زواج، يعني حفل زواج مثلا او عادي ممكن يكون احتفال او اجتماع. عايز اعرف ايه لو الكارت ده بيمثلك انت يا برج الجوزاء، فانت هتحاول تخرج خلال الفترة القادمة دي من المود بتاعك وتبص على الفرص اللي عندك. ممكن يكون في هنا زواج تقليدي لو انت حد تاني متقدم لك مثلا، وانت محتار ما بين الحبيب ورجوع الحبيب وما بين الشخص التاني ده، فممكن انت توافق على حفلة خطوبة يعني انت تتخطب. لو مش ده كده فانت ممكن تكون هتخرج، يعني مثلا هيكون ده خروج انك انت في هنا احتفال لانك انت بتغير جو، يعني شايفاك هنا بتبص على الكاسين المليانين وبدات خلاص ما تبصش على اللي راح منك، فانا شايفه هنا استغلال مثلا لفرص انك انت بتغير جو، يعني شايفاك هنا ممكن تكون بتغير جو يا برج الجوزاء. او في حد مثلا هيعزمك على حفله او اجتماع حاجه زي كده، يعني انت في حد ممكن يكون حفل زواج وانت هتروح تحضره. المهم ان انت هتغير مود يعني، وهتحاول ان انت تبص على فرص جديده او اجواء جديده. بيقول لك ان التعلق اللي بيوصل لدرجه الادمان ده بيكون شيء سلبي جدا علينا وعلى حياتنا العاطفيه، يعني بالعقل كل حاجه بالعقل، لكن التعلق اللي فيه يعني ده بيعتبر زي مرض. فانت خليك في المتوسط دايما يا برج الجوزاء، مفاجأة هتجيلك مفاجأة.